السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نظام الدي اف تي او الديب فلو تكنيك. زي ما احنا شايفين ده دورين، الدور اللي فوق فيه فراولة والدور اللي تحت فيه خاص كابوتشا. الفكرة ان انا بعمل عندي تانك، التانك ده متر في مترين، فيه غاطس اهوت نص حصان او ممكن اقل من كده ينفع يعني. طبعا البطن من بلاستيك 1000 مايكرون. هنيجي نشرح بس واحدة واحدة كده بنركب النظام ده ازاي. تمام، هم دي ماسورة 4 بوصة، فعندي 5 مواسير اهمت افقي الدور الاولاني، وفي 5 زيهم فوق اللي هو الدور العلوي، وده اللي هو الحديد العلب الخفيف ده على السطح. لما نيجي على المضخة دي اللي هي نص حصان، لها عوامة. العوامة دي لازم تكون مرفوعة لفوق كده، لو نازلة لتحت الموتور حتى لو وصله كهربا مش هيشتغل. فبطلع بخرطوم اهو، ده كده ماشي اهو اهو جاي. انا واخد من هنا حرف تي اهيت وجاي كوع عشان اعمل التوصيلة، الشبكة بتاعة الري دي يعني. كوع هنا، كوع في الاخر، وحرف تي هنا، حرف تي هنا عند كل ماسورة، حرف تي اللي هي المواسير الداخلية دي. الماسورة الخارجية هتبقى ايه؟ هتبقى كوعين، كوع هنا وكوع هنا. المية بتمشي هنا في الماسورة اسفل الكوباية، ده الجدر اللي لسه طالع اهوت. المية موجودة اهي، ارتفاعها 2 او 3 سنتي بالكتير اهو. هنا نفس الكلام اهوت، تمام. جدر لونه ابيض اهوت خالص زي الفل. وادي الخص عمره حوالي اسبوع. بنيجي هنا كده في الاخر، طبعا في طبه في كل ماسوره. قبل بقى النهايه بركب حاجه اسمها نبل الصرف، لازم يبقى في جوان هنا وجوان من جوه عشان منفس الميه. وادي ماسوره 2 بوصه اللي هي دي، بركب لها طبه عاميه من هنا، طبه عاميه من هناك، حرف تي في النص عشان انزل منه ماسوره الصرف دي. تمام، وكل ماسوره نازل منها نبل صرف. نبل الصرف ده ارتفاعه في الماسوره من جوه 2 سنتي. نبل الصرف ده ارتفاعه من جوه في الماسوره 2 سنتي، اللي هو بيحقق لي ارتفاع الميه. الميه الزياده على 2 سنتي تنزل، ده الديب فلو تكنيك. تمام، الدور الثاني نفس الكلام. ادي الصرف اهو، ادي نبل الصرف ده اللي هو 3 4 بوصة اهو 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 اهو. وطبعا لازم الماسوره بتاعت الصرف يبقى فيه طبة عامية الناحية دي وطبة عامية الناحية التانية، والمية برضه تنزل بالشكل ده من هنا لحد هنا. طبعا احنا ممكن كنا يعني ممكن انت تصمم النظام ده تاني بشكل تاني، ان تاخد الصرف ده تنزله على الماسورة دي مثلا، ها، وتوصل الماسور بعدها يبقى يروح للماسورة دي الماسورة دي وينزل في الاخر من الناحية التانية. ايا إن كان انت بتعمل النظام بالشكل اللي يريحك واللي انت عاوزه. طبعا الخط التاني خرطوم، احنا خدنا خط للافقي، فيه هنا طالع للرأسي برضو نفس الكلام، شبكة ري هي وتروي الفراولة دي وتمشي وتصب من هناك وتنزل للحوض تاني. دول 5 مواسير، كل ماسورة فيها 12 فتحة، يعني 60 و60. يبقى السيستم اللي هو الدورين بطول 3 متر فيه 120 نبات. السيستم ده فيه 120 نبات، 120 نبات. طبعا اصاري بقى نزرع حاجات تانية كده وبصل وكده. طبعا احنا زارعين بصل وزارعين خس وزارعين البصل اهو ماشي زي الفل، زارعين 3 في الكوباية، وفي اكتر من كده اللي هي فيها 4 مثلا اهي اهو. ده الخس في الكوبايات. البصل كان عندي من الصيف نبات نبات فلفل، سبته عقرته يعني، سبته نشف خالص اهو ماشي. وبعدين طبعا تاني اخضر برضو الاجزاء التانية بدأ يظهر تاني في الشتاء. ادي زهرة وادي زهرة تحت اهي، هيبدأ يظهر تاني ويدي في الشتاء عادي، وبدأ يدي نموات جديدة من الورق وكده. ده التعقير، وده ينفع في البدنجان وينفع في الفلفل. يعني لو عندك حاجة في الصيف فلفل وخدت انتاجها وخلصت انتاج، سيبها وبقص بس الناشف منها اللي زي ده كده،
وسيبها في النظام المائي هتخضر تاني لو عندك مساحة يعني كافية وزايدة. انا سبت النبات ده بس كتجربة، فهو بسم الله ما شاء الله ده هيبقى انتاجه احسن مما لو كنت زارع نبات فلفل من الشتلة يعني. يعني ده هيشتغل وهيبقى زي الفل، هو بدأ يظهر حتى اهوت، وهيدي نموات جديدة وهيبقى حجمه كبير خالص بالرغم انه في الشتاء وبدون تغطية ولا حاجة خالص. ماشي، شكرا.